هسه صار ايش كم سنه من سقوط صدام لحد الان ما بعد السقوط العراقيين لان اوضاع العراق شويه متدهور من الناحيه الاقتصاديه السياسيه يعني مشاكل اللي موجوده بالعراق اكثر شيء توجهوا الايران وخصوصا هاي المنطقه ما بعد قوم ومشهد يعني يتوجهون لهاي المنطقه على مود شنو هم من ناحيه السياحه اللي موجوده يروحون غير مناطق الشماليه لايران من هنا اسهل لهم. ما يفرق عندنا شيء، نروح للعراق، عراق وطننا، نجي لإيران، إيران هم وطننا، هالشكل. يعني وطنين عندنا، تقريباً وطنين. الحقيقة هالشكل إيه. إيران ما نحس بغربة أبداً. أبداً ما نحس بغربة على الإطلاق. العراق هم نروح همات لساننا هم عربي، هنا تعلمنا اللغة الفارسية الحمد لله، 40 سنة بعد واحد من يبقى بمكان، يتعلم اللغة جيدة، يتعلم تعلم جيد. ماكو فرق هنا، ما عندنا تفرقة، كنا اخوان يعني. تلاحظ كنا اخوان هنا عايشين ويا الايرانيين، كنا زينين وياهم وما مزينين ويانا، يحترمونا ونحترمهم. فهنا المراسم اللي تصير بالوفاة بالعيد أو بعيد الفطر المبارك مثلا بعد الإفطار تلقى الحسينيات والمساجد العراقيين موجودين وبوفرة بأعداد كبيرة موجودين بها، فالعراقيين هنا مرتاحين. أي عراقي يجي لهنا ما يشعر بالغربة ولله الحمد. الحمد لله والشكر، يعني انا احس نفسي بايران كبلدي الثاني. يعني بالحقيقه يعني ما احس بغربه موجود بايران، لان هنا الشعب الايراني هو اتصوره شعب واحد مع الشعب العراقي. لذلك تجربتي بالحياه عندما اول ما اجيت لايران كانت حسبالي شيء صعب، يعني بالحقيقه واجهت يعني السهوله الى ابعد الحدود. الناس لطيفين، شعب صورة عامة يعني ممتاز إلى درجة، شعب مثقف واعي.